الانسان مثلا الفلوس ديالو حرام اصلا كيخرج من الممنوعات ولا نعم وكيجي عند شي واحد صاحبو كيقول له ندير لك شي مشروع مثلا ياك نعم كيدير له مشروع هذاك الدري كيكون خدام في داك المشروع كيقول له بالنص ولا واش هذيك الفلوس ديالو دائما كيسقسيونا الناس على هذا الشيء نقول لهم شوفوا الله يجازيكم بخير اذا كان صاحب المال اللي غادي يعطيك ان شاء الله تعالى واحد الجزء منه باش دير شي مشروع تعرف وتعلم علم اليقين ان مصدر ماله كله حرام ما عندوش الحلال فالاولى ان تتورع عن ذلك وثانيا ان لا تعطيه المصداقيه الاجتماعيه لان لقيت اللي كيكون هو مروج للمخدرات هذا يعطيه يدير مشروع هذا يدير يعطيه مشروع ما معنى احنا راح نعطيه المصداقيه هذا على الامه ان تعزله وان لا تتعامل معه لكي تضغط عليه حتى يتوب ما منين انا نقبل فلوس والاخر نقبل فلوس يقول لك صافي انا راني باترون راني مخير وراني مقبول يعني كاع التخريب اللي كنخرب في الامه كنبيع في الممنوعات شحال تاع الناس اللي والعياذ بالله اتظلمت من اجلي وشحال تاع الموتى وشحال تاع القتله وشحال تاع اليتامى وشحال تاع الارامل تاع من ترويج المخدرات ونجي انا ندي الفلوس ديالو ندير ما يمكنش ما نعاونوش على داك الشيء ما نعاونوش اللهم اذا كان هذا الذي عنده هذا المال عنده المال مختلط فغلب الظن على ان الحلال عنده اكثر من الحرام فلو انك قبلت بمال لتستثمره في مشروع كتقول باللي انا هذا المال راني ديو من غالبيه ديال الحلال هذاك والا فان الورع يحتم عليك ان تترك حتى في هذه الحاله في هذه الحالة تقدر تكون تورع لكن هنايا منين كتقول باللي المال الحلال غالب انا غير كندير بالمال الحلال اما اذا كان المال كلشي حرام ومازال يتاجر في الممنوعات فلا على الأمة الا تعطيه المصداقية ما تقبلوش ما تقبلوا لا هدية ولا صدقة ولا مساهمة في مشروع ولا والو باش المجتمع يطهر نفسه بنفسه والله تعالى اعلى واعلم.